أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم تقييمات الأمانة كالعادة كارثية، والأصفار تتمايل على بعضها البعض، حيث في فئة التوتال 0.87 وفئة إي بي 0.61 وفئة إي بي سي 1 0.76. وبعد تنزيل أصدقائي هذه التقييمات، الجمهور كله يضحك بشكل هستيري وقالوا: أين جمهور مشجعي الأمانة الجزء الثالث الذين كانوا يضحكون على انخفاض تقييم سلسلة شراب التوت البري في الأمس؟ مسلسلهم المفضل لا يمكن حتى تجاوز واحد في التقييمات، حتى في أحلامهم، حتى نهاية الموسم وما فيش منافسة، ومع ذلك كله أصفار. بصراحة أصدقائي كارثة، لا أفهم كيف يعقل بعد كل هذه الأصفار لا زالوا يكملون في الخرافات وتمديد جزء آخر رابع وتقديم دور قيادي لشخصية عديمة الموهبة لم تتألق، ولا توجد أيضا قصة كاملة في الموسم الثالث، فقط مشاهد عشوائية ملتصقة ببعضها البعض ونسخ ولصق ولكن بدون رونق ونقص في الموهبة لنانا. العديد يقول: يجب على نانا أن تستخدم أموالها القديرة وتدفع ثمن دروس التمثيل، ويجب أن تكون متواضعة، ويجب على المنتجين احترام الجمهور. أصدقائي، بعد قصة خليل وسيلة، لا أحد أصبح يريد أو يرغب في مشاهدة حب آخر. المواسم السابقة لم يترك الجمهور التقييمات تقع مثل هكذا، ولكن الآن بعد رحيل سيلة وكتابة سيناريو رهيب، ولم يسعى وراء ممثلة مثالية وأكملوا السلسلة فقط لأن خليل إبراهيم جيهان موجود ظنا منهم أن السلسلة ستنجح، ولكنهم غلطانين لأنهم ليسوا هم من يقررون نجاح السلسلة، بل الجمهور هو الحاكم الوحيد، لأن لا أحد يستطيع إنقاذ هذا الحطام مرة أخرى. رغم أن السلسلة ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ليس بسبب العمل ولكن بسبب التعليقات السلبية، هي من تصعده ترند، حيث شخصية يماند ترند على تويتر اليوم ب7,539,000 تغريدة، والأمانة يعني مسلسل الأمانة ترند ب21,000,006، وشخصية يعني الثنائي نانا ويمان ب23,000,002. وإذا استمر الحديث أصدقائي عن سلسلة الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر، سيظل دائما ترند. أما أيضا أصدقائي، سيلة ترك أولو وخليل يوما بعد يوم يكسبون متابعين جدد على حسابهم الخاص انستغرام، وهذا يدل على حب الجمهور لهم، حيث وصل عدد المتابعين لسيلة 1.2 مليون متابع، وخليل لديه 1.5 مليون متابع. كما أيضا أصدقائي، في استطلاع الرأي حول من هي أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني لسنة 2023، أحدث الإحصاءات هي سيلة ترك أغلو في المرتبة الأولى ونانا المرتبة السابعة، يعني فرق شاسع بينهما. كما أيضا فلنتحدث عن الفساتين التي تظهر بهم سيلة ترك أغلو في سلسلة شراب التوت البري، كلها باهظة الأثمنة وراقية جدا، وهذا بشهادة الجميع، عكس سلسلة الأمانة. بصراحة كان هناك ظلم من هذه الناحية، وحتى محامي سيلة ترك أغلو قد كان تحدث عن هذا الأمر، حيث أن سيلة عانت جدا من ناحية الملابس، وقال أنه يعني سيلة كانت تعاني في البرد، يعني كانت تعاني بالبرد الشديد، وهم يلبسونها ملابس لا علاقة ورقيقة، وعندما كانت تعاني وتمرض وتريد الاستراحة لم يكونوا يسمحون لها بالراحة نهائيا. والله هذا ظلم كبير، لم أرى مثله، يعني مثل هذا الظلم والمعاناة التي عاشتهم سيلة في مسلسل الأمانة، والآن هم يحصدون ما زرعوه من أعمالهم السيئة. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا دائما يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.